النوع الثاني من هذا التام هو التام المطلق، معنى حرية في هذا الوقف، التام المطلق. معنى التام المطلق أي هو الوقف على ما تم معناه أو في ذاته، ويحسن الوقف عليه ويحسن البدء بما بعده. تلاحظ أنني أستخدم كلمة يحسن في النوع المقيد، قلنا يلزم ويلزم البدء بما بعده، أما هنا في التام المطلق هو ما الوقف على ما تم معناه لأنه تام، ويحسن الوقف عليه ويحسن البدء بما بعده. كلمة يحسن البدء بما بعده لا تمنع الوصل، أي أنك إذا وصلته لم يتغير المعنى، لكن إن وقفت عليه هذا يحسن مستحب أن تقف عليه ثم تبدأ بما بعده، هذا حكمه. مثال هذا النوع التام وهو كثير في القرآن، قد يأتي على رأس الآية مثلا إياك نعبد وإياك نستعين. وقفنا على إياك نعبد وإياك نستعين، هنا الوقف تام دعاء، ثم الاستئناف بدعاء آخر، اهدنا الصراط المستقيم، أنت تنشئ أدعية دعاء، إذن الوقف عليه من التمام لأنه لم يحتج إلى ما بعده، وما بعده لم يحتج إليه. يحسن الوقف عليه ويحسن البدء بما بعده، لكن إذا وصلت ليس هناك شيء. ومثله بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة حتى يصل الكلام، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون جاءت على رأس الآية كما قلنا، إياك نعبد وإياك نستعين على رأس الآية، وأولئك هم المفلحون رأس آية، وهنا التمام، لأن ما بعده مستغن عنه، سيتحدث عن أناس آخرين، إن الذين كفروا سواء عليه، إذن ما قبله مستقل عما بعده. يحسن الوقف عليه لأنه من التمام، ويحسن البدء بما بعده، لكن إذا وصلت لم يتغير المعنى. إذا قال القارئ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لا شيء. أو إذا قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم، وأكمل، لا شيء فيه، لم يغير المعنى، لكن يحسن الوقف عليه ويحسن البدء بما بعده. علامة هذا الوقف في المصاحف كما قلنا علامة قلي قاف ولام وياء، تجدها فوق موضع الوقف التام المطلق، وهذا معناه أن الوقف أولى من الوصل، الوقف أولى من الوصل، ولكن إذا وصلت لا شيء، إذا وصلت لم يختل المعنى ولذلك لا حرج، لكن نحن نذكر الحسن، أيهما المستحب وأيهما الأولى، الوقف على موضع التمام ثم البدء بما بعده. هذا الوقف التام يأتي على أربع صور، أي له أشكال عديدة في القرآن، قد يأتي على رأس الآية كما ذكرنا، إياك نعبد وإياك نستعين، وقد وأولئك هم المفلحون، ومثل كثير، لأنه يكون غالبا عند رؤوس الآية أو عند انتهاء القصص أو عند أواخر السور أو عند الانتهاء من كلام معين ثم الانتقال بعده إلى كلام آخر وهكذا، غالبا ما يكون هكذا. ذكرنا صورة أنه قد أتى على رأس الآية، أيضا قد يكون قبل رأس الآية ولو بكلمة أو كلمتين، مثل قوله تعالى حكاية عن بلقيس، قالت إن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
نقولها مرة أخرى. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هنا انتهى كلام بلقيس، تعقيب من المولى تبارك وتعالى: وكذلك يفعلون. إذن الوقف على نهاية كلام بلقيس: وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هنا التمام جاء قبل رأس الآية، ثم تعقيب من الحق تبارك وتعالى: وكذلك يفعلون. إذن يحسن الوقف على كلمة أذلة، ومن لديه الآن مصحف حفص إذا فتح سيجد قلي فوق هذا الموضع، ولكن إذا وصلت لا حرج. تعالى تتخيل الوصل: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. لا حرج، لم نهم معنى غير مراد. إذن هاتي الصورة الثانية من الوقف التام المطلق، جاء أولا على رأس الآية: وأولئك هم المفلحون، أو إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء قبل رأس الآية كما هذا الموضع الذي ذكرنا، قد يأتي في وسط الآية كما مثلا قول الكافر أبي بن خلف في سورة الفرقان: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هنا انتهى الكلام، ثم تعقيب من الحق تبارك وتعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن موضع التمام عند نهاية كلام أبي بن خلف: لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هنا موضع التمام، لأنه تم في ذاته، لم يحتج إلى ما بعده، مستغن عنه، وما بعده مستغن عنه. يأتي تعقيب من الحق تبارك وتعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن يحسن الوقف عليه، ويحسن الوقف بما بعده، ولكن إذا وصلته فلا حرج، وعلامته قلي على موضع الوقف. قد يأتي هذا الوقف بعد رأس الآية ولو بكلمة، ذكرنا ثلاث صور له: أن يأتي على رأس الآية، أن يأتي قبل رأس الآية، أن يأتي وسط الآية، أو آخر صورة أن يأتي بعد رأس الآية ولو بكلمة، مثل قول الحق تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. هنا رأس الآية، لكن هو هنا ليس موضع التمام، موضع التمام في الكلمة التي بعدها: وبالليل أفلا تعقلون. التمام عند كلمة وبالليل، حتى لا يختل المعنى، أي أنه لا يصح أن يأتي إنسان يقرأ ويقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أو يركع أو يقفل المصحف، لأن الكلام ما زال لم يتم. أين التمام؟ عند قول تعالى وبالليل، أي تمرون عليهم مصبحين وبالليل، ولكن كلمة بالليل جاءت بعد رأس الآية بكلمة: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هنا التمام، ثم تعقيب من الحق تبارك وتعالى: أفلا تعقلون. وحتى إذا وصلت لا حرج، ولكن نحن نتكلم عن المستحب والأفضل والأولى. تعالى نصل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وهكذا. إذن ذكرنا الوقف التام بنوعيه: التام المطلق، وهو التام اللازم، وهو ما يلزم الوقوف عنده والبدء بما بعده حتى لا يختل المعنى. مثلنا بقول الحق تبارك وتعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. موضع التمام المقيد عند قولهم، ثم البدء بما بعده، وهذا من اللزوم، وعلامته الميم الصغيرة
اختصارا لكلمة لازم. ثم ذكرنا الوقف النوع، الصورة الأخرى أو النوع الثاني من التام، التام المطلق، وهو ما يحسن الوقف عليه ويحسن الوقف بما بعده. وذكرنا له أربع صور تأتي في القرآن، قد يأتي على رأس الآية، أو قد يأتي قبل رأس الآية، أو قد يأتي وسط الآية، أو قد يأتي بعد رأس الآية ولو بكلمة، كما مثلنا بقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أو مثال آخر ومعارج عليها يتكئون وزخرفا. كلمة وزخرفا جاءت بعد رأس الآية وهنا التمام. أو قوله تعالى في سورة البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تتفكرون في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة هنا موضع التمام وقد جاء بعد رأس الآية. والتام هو ما تم الوقف على ما تم في ذاته أو تم في معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.